السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا لله وإنا إليه راجعون. وفاة الشاب الأردني منذر السبيلة قبل حفل زفافه بيوم يشعل مواقع التواصل الاجتماعي. هنعرف مع بعض كل التفاصيل، بس فضلا من حضراتكم ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. يبقى كرم من حضراتكم لو دعمتونا بلايك. سبب وتفاصيل وفاة الشاب الأردني منذر السبيلة قبل حفل زفافه. طبعا بيوم واحد توفي الشابان وزان مخلد عسكر السبيلة ومنذر محمد عسكر السبيلة، تعرضوا لحادث سير مروع مساء اليوم، وعلى أثره انتقلوا إلى رحمة الله تعالى. طبعا قبل حفل زفاف الشاب منذر بليلة واحدة كان مصبح الفرح بتاعه، طبعا ربنا يرحمه، عريس الجنة ربنا يرحمه ويغفر له ويجعل مسواه الجنة. طبعا حلم الحزن الشديد، كان المفروض ان هم عاملين وليمة بكرة يوم السبت بمناسبة حفل زفافه. طبعا ادعوا له يا جماعة بالرحمة والمغفرة. لو وصلتوا معايا لحد هنا، اللهم بدله دارا خيرا من داري واهلا خيرا من اهلي وارزقه الفردوس الاعلى، امين امين يا رب العالمين. لو وصلتوا معايا لحد هنا ياريت تدعوا له بالرحمة والمغفرة، وما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. أترككم في رعاية الله وأمانه لحد ما أشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.